انا رجعت معكم البنات باش نخيطوا الطبليه ديالنا او الوزاره ديالنا. نشوفوا اول حاجه غنخيطوها هو الجيب. اللي بغيتو تسبقوا بيه سبقوا بيه، غير انا بغيت تسبقوا الجيب باش تحيدوا عليا. دابا هنا اللي بقوه كما قلت لكم غادي هذا اللي غادي تقادوا باش يتقاد لكم الجيب. غادي تجيبوا دابا هذا لهنا الجنب صافي، فيما طاح الى طاح هذا في الجنب هذا اللي كيعطيكم هنايا هذا سميتو هو اللي كيعطيكم هاد الحاشيه جات مميله شويه. غندير فنيته باش يبقى باش الجيب ديالنا الا تخيط كيجي مميل بحال هكا. كنجي لهنا لداخل هذا كنجي لهذا كندير ليه بحال هكا باش ما يجي لنا الجيب ديالنا يجي مربع هكا كيجي في شي شكل. تما نخيط بحال هكا بسم الله. كنطوي غير قل من سنتيم، غير نص ديال سنتيم تقريبا. كنجي لهاد الزاوية هاد القنت كنخلي فيها ليبرا، كندخل عاوتاني غير نص سنتيم حتى لهنا صافي. كنخرج كنحيد الفنسة ديالي وكنقلب الجيب على برا باش ندير ليه جوج خياطات وحدة 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 باش تقاد ليكم هنا ديال الصباط ديال الماشين يجي فوق الخياطة. هاد الجهة الصغيرة في الصباط سيرو شوفوا غير في هاد الجهة باش يجي هذا فوق الجنب تيجي فواحد النيفو. غنوري لكم هاد الخيط كنقلب عاوتاني لهاد الجهة باش كتجي الخيطه ديالنا فواحد النيفو بحال هكا. دابا هكا اللي درت لها الجيب غادي نديرو لهداك الاخر. دابا اللي غنخيط معكم هو السجفه ديال الوزاره ديالنا او البلوز ديالنا ان شاء الله. غنجي لداك الربوعه ديال الامام الجهه اليمنيه والجهه اليساريه هي اللي غادي نخيط دابا. دابا داك الرباع ديال البلوز ديالنا هو هذا او الوزره ديالنا. الطريف اللي زدنا فيه هو هذا باش تجينا هذه عريضه. اش كنديرو كنهزو كنقلبوه لهنا حتى كيجي قد التقويره ديالنا كما كتشوفوها نتوما غيجي مع التقويره ديالنا نيشان. وكنخليو سنتيم تقريبا وكنخيطو غير هاد التقويره صافي. نتوما ردوا البال ما تسرجيوها لان انا غلطوا البنات وسرجوها ليا. كنجيو دابا لهادي كنديرو فيها الضريبات بحال هكا غير صغار، غير الضريبات الصغار اللي كنديرو ما يكونوش كبار باش الا قلبتو التقويره ديالكم تجي لكم قاده. كنقلبوها هكا بحال الجن بحال هكا حتى تنخرجوا هاد الزاويه مزيان هاد القنيت. نجبتو هذا مزيان كما كتشوفوا معايا هكا حتى كتجبتوه مزيان مزيان. كنخيطو على بعد سنتيم كنخليو سنتيم لهاد جهه الخياطه وكنخيطو حتى لتحت. اي حاجه فيها جوج حاجات غنخيط معكم غير وحده ونوري لكم غير البلايص اللي مهمين في المقصه ديالنا وراكم غادي تفهموا. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي في التعليق وانا راه ان شاء الله كنحاول نحيدو الديكالاج من يكون عندنا من التحاجة تكون عندنا بحال هكا. غندوز لهنا كيبقى سنتيم كنحبس حاولوا هاد السجفة اللي منها حاولوا يجيكم ما يكونش فيها الديكالاج. الديكالاج هما هادوك المواج اللي كيكونوا. دابا الصباط ديال الماشين هنا خصو يمشي مع الحاشية باش تمشيو فواحد النيفو. شوفوا هنايا اللي كنقول لكم هادي شوفو غير ديك الحاشية ديال الصباط ديك البلاصة الصغيرة نمشيو بها حتى لتحت. كنمشيو حتى لتحت ديال لابلوز ديالنا وكنقادوه وكنقادو السجفة ديالنا يكون عندنا فيها الديكلاج بحال هكا. وشوفو الصباط هنايا يمشي مع الحاشية باش
ما تحتاجو كاع ما تحتاجو كاع تنبلو ما حتى حاجه. هنا كنطوي داك القياس اللي ديالنا ديال الاول تحت ديال لابليج ديالنا بحال هكا. هانتوما جايه فواحد النيفو كيما كتشوفوا. دابا هكذا اللي درت لهادي لهاد الجهه اليمنيه اللي غادي ندير الجهه اليسرى ونرجع معكم نوريكم كما قلت لكم النقط الاساسيه. ملي خيطنا الربوع على البنات بجوج كنهزو الطرف ديال الخلف اللي هو هذا، هادو هما الكتاف، كنهزو الربوعه ديالنا بجوج وكنحطو الوجه على الوجه. دابا هنا هذا الجهه غنحطوها على هذا على هذا الكتف على هنا، والجهه الاخرى غنحطوها هنا باش يجي هاد السجفه ديال هنا مفينيه مزيان. شوفوا معايا مهمه هذه البنات بقاو ديروا، لان كاين اللي كيجمعهم بجوج ما كيجيوش، ما تجيش قاعده هي هذيك. انتما كديروا الكتف على الكتف بحال هكا، من الاحسن تخيطوهم ما تخيطوهمش مجموعين، خيطوا كل واحد بوحدو. انا نقدر نخيطو مجموعين ولكن غندير لكم الطريقه باش تجيكم نتوما سهله. كنقادو الكتف ديال الكتف ديالنا الكتف الاولاني، نعاودو دائما الخياطة إلا كنا غندخلو أو غنخرجو بلا ماشين. كنجبدو هذا ديالنا حتى يتجبد مزيان، ونقدو السجفة ديالنا إلا فيها شي ديكالاج نخرجو للفوق، كنخيطو حتى تيبقى هنايا سنتيم أو نص سنتيم شوية فين دخل لي برا، كنخيطو بحال هكا. علاش خلينا داك شوية؟ باش غادي تشد في ديك السجفة ديال الخلف. كنقادو عاوتاني هنا، كنحاولو هو خلينا في الفصل غير خصنا ما نساوش نجيبو الجهة الأخرى. كنشدو الربوعة ديالنا كما كتشوفو بلاصة داك المرض ديال الصدف هو هذا، وحطها على الأخر بحال هكا باش غنديرو فيه الطرقة باش يصدف. كنهزو الوجه ديال التوب ديالنا كنحطوه على هادو، وكنغطيو كاع داك العيب اللي غيكون هنا كنغطيوه بحال هكا. شفتوه؟ كنجيبو عاوتاني كنخيطو من هنا، هو نورمال مرة كنخيطوه دقة وحدة في اللول، غير درتلكم شوية بشوية باش يجيكم ساهل. خيطو هداك هو اللول، عاد تخيطو عليه هذا. كنمشيو مع الخياطة كيما مشينا في الفصالة، كنهزو الصباط ونجيو دايرين بحال هكا. شفتوه؟ بحال هكا. كنجيو عاوتاني كما درنا التقويره ديالنا ديال الامام، غنديروا لهنا دوك الضريبات اللي قلت لكم هنايا اللي بدا كيكونوا باش الى قلبنا السجفه ديالنا تجي هي هذيك. ملي كنقلبوا السجفه ديالنا كما غادي تشوفوا معايا دابا، غادي نقلبها بحال هكا كما درت معكم في بعض الفيديوهات. كنرد السجفه، نتوما اللي ما قدرش يرد السجفه للداخل بحال كيما غنخيطها انا من الوجه ديال لابلوز ديالي، نقدر تقدروا تخيطوها من الداخل، غير هي تجي فينيا الا خيطناها من برا. وهو الثوب ديال الوزرات كيبان، انتما كيبان لكم غدوزو معاه هنايا هنا بلا ما تخيطوه باش يجي فيني مزيان. كنديروا الضريبه الاولى مدوبله بحال هكا، كنمشيو بحال هكا. حاولوا تشدوا بصبعكم باش ما يكون عندكم فيها لا ديكالاج لا حتى شي حاجه. كنتمنى هاد الفيديو ما يجيش طويل، غنخيط معكم غير سميتو غير البلايص اللي مهمين بحال هنايا، حتى كنخرجو عاوتاني من البلاصه فين كنا بحال هكا. كنعاودو الخياطه ديالنا، غادي دابا خيطنا هذا هو كمل، غادي تشوفوه مفيني من هنا ومفيني من هنا، وهداك العيب اللي تيكون هنا راه مضرب ما باينش ما حتى شي حاجه. دابا اللي غادي نخيط معكم واحد لكم واحد الجيب، لان داكشي اللي درت لكم الاول اللي غادي ندير الثاني، وداكشي اللي درت الجيب نقدر نخيط معكم الجيب كاملين، لان فيها واحد القاعده اللي زوينه اللي خصكم تشوفوها. الجيب غنخيطو معكم كاملين باش تقدروا تقادوا الجيب ديالكم، غادي نقول لكم كيفاش. دابا غادي نجمع هاد الكمام بحال هكا، غندير الخياطه الاولى بحال هكا، وغادي نقلب الكم ديالي على الوجه كما درت معكم قبيله. كان دابا هنايا كيمشي مع الخياطه
هاد الجهه ديال الصبه ديك البلاصه القصيره كتمشي مع الخياطه وردها ليها البال باش يكونوا فيهم ديك السطوره بجوج يجيو فيهم مزيان. غير البيض كيجي صعيب شويه يبان. دابا البنات غادي نحطو الجيب ديالنا، نوريكم العبر اللي غادي نحطو. غنعبر من هنا 46 اللي هي هادي 46 فاش غنحط الجيب. أغلبية الجيب أغلبية 46، هادو اللي مميلين، الآخرين تيكونو 50. ديك الجهة الهابطة دابا غنجيبوها في الجنب هنا، غنديرو هنايا على حد 46 فين غادي يكون هاد الجيب بحال هاكا. 46 هي هادي. غادي جينا من غنعبر معكم عاوتاني باش نتاكدوا هنا فوق الكتف فين طيحنا الكتف كنعبروا 46. 46 خصها تجينا هنايا هي هادي. كنجيبوا الجيب ديالنا في الحاشيه، كندخلوه في الخياطه ديال الجنب بحال كيما كتشوفوا معايا. حاولوا القياس اللي خليته الجيب يخرج كلشي على برا باش ما يبان لكم الشلاف. كنجيو لهنا كنجمعو سنتيم تقريبا، كنجمعو هنا الجيب. مهم مهم البنات هاد الجيب، عندها الطريقة باش دار هاد الجيب، ماشي غير الطابلية أو الوزرة، كيدار بزاف الحوايج. هاد الطريقة باش غنخدمو معاكم هاد القاعدة ديالو راه تتكون مهمة وكتجي سهلة. دابا غادي نخيطو هكا حتى لهنا، وغادي نخيط ليا الخياطه الثانيه بحال هادي، وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش تاخذوا العبر ديال الاخر. الجيب ديالنا البنات ملي خيطناه، جوج خياطات اللي قلت لكم هما هادو. كيفاش غادي نخيطو هاد الجيب، كيفاش غادي ناخذوا العبر على الجهه الاخرى؟ هاد الجهه هي اللي تعطينا العبر ديال الجيب الاخر. كنمشيو لدورات العنق بحال هكا، كنجمعوا الربوع ديال الوزاره ديالنا. غنوريكم كيفاش دابا غادي تفهموا مزيان. كنجمعوا التقويره ديالنا بحال هكا شفتوها، كنجمعوا دوره العنق وكنجمعوا هاد الهبطه فين غيكونوا الصداف اللي هي هادي. كنحطوا واحد على واحد بحال هكا شفتوه، كنشدوه كنقلبوه اللي فيه الجيب كيتقلب لتحت، فهمتوا؟ اللي فيه الجيب دابا كنقلبوه لتحت بحال هكا. التقويره ديالنا البنات ها هي التقويره ديالنا، ها هي لقينا التقويره الجنب اللي من مع اليسار والتركيز ديال اللي من مع ديال اليسار، وحنا غاديين كنقادو فيه كنقادو فيهم كاملين حتى لتحت حتى يجيو كلهم مساويين، فهمتوا؟ ها هما كنديرو بحال هكا، كنشوفو الجيب ديالنا فين كاين الراس ديال الجيب ديالنا، هو كنديرو بيدينا هكا تنلقاو هنا شفتو، هو هذا هو الراس ديال الجيب ديالنا، هو هذا. والجنب ديالو غير غادي نحطو هاد الراس غيبان لينا الجنب، هانتوما غادي نحطو هذا هنا، وهذا كما كتشوفو هذا مشى للجنب، ها هو هذا دابا، ها هو هاد الجهة اللي طالعة، ها هي هاد الجهة اللي نازلة هي هادي. شنو كنديرو؟ كنحيدو هاد الفنيتة، كنشدو الجيب ديالنا، واحدة الجيب مع الربع الآخر بحال هكا، وكنطرقوه كلو بالفنيتات. كنحيدو داك التحتاني وكنخيطو الجيب ديالنا عادي. هو فاش كيعطيكم نفس المسافه اللي خليتو في هاد الجهه كتكون في هاد الجهه، كنديرو ليه بحال هكا، كنطول سنتيم ديالنا لداخل، وردو البال هادي اللي هنا دخلوها مزيان هاد الشنات اللي هنا. كنعاودو دائما كما كنقول لكم الغرزه جوج مرات او ثلاثه، كنطوي عاوتاني لتحت هكا، دائما خليو لي برا داخله في الثوب اللي غادي تخرجوا القنت. كنشدو هذا، غير كنشدو هذا ديال الجنب غير كيتشد كما كتشوفوا معايا، هذا غير كنشدو لانه باقي كيتجمع مع الاخر. ها
غندير ليه دابا الخياطه الثانيه من هنا وغنرجع معكم ندير لكم نخيط معكم لكم. الكم ديالنا كنجمعوه من التركيز من هنا من تحت الباط وكنديروا ليه هذه الكرانه بحال هذه وكنحطوا الوجه ديال الثوب على الوجه وكنخيطوا من تحت الباط هكذا وديك الكرانه خصها تجي فوق الكتف ونخيط غير شويه وغادي نشوف الكم ديالي اللي يكون واحد كبر من الاخر ودائما انا كنكبر الكم على اللبسه. هنا كنديروا ديك الكرانه اللي درنا كنديروها هنايا وهذا الشيء اللي بقى لينا في الكم خص يجينا قد التركيز ديالنا باش كيجي هو هذاك. خص الكرانه تجينا على الكتف النيشان التركيز ديالنا واحد يشبع الاخر. نحاول نخيطو غير بشويه باش كيما قلت لكم يجي التركيز في بلاصتو وتجي الكرانه في بلاصتها. الكرانه هي جاتنا في بلاصتها نحاولو دابا كنجرو التركيز ديال اللبسه او الوزره والكم كنحاولو نشبعو واحد الاخر وكنحاولو هذا يجي قد هذا. التركيز ديالنا البنات ملي خيطناه هو هذا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نلقاو لكم فم لكم من هنا هو كاين اللي كيبغي يخلي العطفه حتى الاخر وكيديرها باش يجي هنا مفيني. انا درت ليه هالطريقه وغادي نفينيه بطريقه اخرى درتها معكم ديجا واحد المره. كنجمعوا دابا هنا لكم غادي نخيطو دابا من لكم ونهبطو كلشي حتى للجنب حتى لتحت غير خص التركيز يجي واحد مع الاخر ما يكون واحد فايت الاخر حتى بشي حاجة. دابا غادي نهبط معاه حتى لتحت كما شفتو معايا ونهبط مع الجهه الاخرى كما درت لهذه التال تحت وغادي نرجع معكم ونجمع التحت ديال الوزره ديالنا وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. دابا البنات قبل ما نجمع التحت الوزره ديالي والطبليه ديالي غنوريكم كيفاش تفينيو لكم بحال هكا نخيطوه من هنا هكذا هكذا. بغيتو ما بغيتوش تكون عندكم هذه الخياطه راه كتخليو هذا مفتوح ما كديروش العطفه حتى الاخر وكتخيطو هذا كامل وعاده كتطويوه بحال هكا. هو اللي درتو لي درت معكم ديك الطريقه بغيت ندير معكم هاد الطريقه عاوتاني. كنحلو ديك الخياطه ديالنا كنخيطو على حساب ديك العطفه كنفوتوش قياس العطفه غير كنوصلو العطفه كندورو. دابا لان محال تبان لكم غادي كنخيطو حتى يتحل بحال هكا وتيكون من هنا بحال هكا. دابا ملي قدينا الربوعه ديال القدمه في الطول ديال الامام ديالنا هنايا واش بحال بحال كنطويو هنايا ما كنبغيش انا نخلي السرجي كندخل السرجي شويه باش اللي كنشد ديكالاج في الجنب كندخلو لداخل كنطوي هكا غير قياس بحال هكا سنتيم ونص تقريبا اللي كنطوي ولا غادي نمشي معها هكذا كلها حتى ندور هنا كتوصلوا هاد الخيط ديال الجناب. دائما تنقول لكم خدموا على بعد 15 سنتيم علاش تبقاو تجمعوا العطفه ديالكم في اي حاجه بغيتوا ديروها باش يجيكم ديك العطفه تجيكم كل حاجه مطويه في بلاصتها ماشي ديال هنا تجيبوه من هنا. دابا غنمشي معها كلها هكا حتى الجناب حتى نبغي نكمل وغادي نرجع معكم.
الدورة البنات كلشي كمل لها دابا بحال هكا. شكرا على المشاهدة ديالكم وشكرا على اللايك ديالكم اللي كتعطيوني وشكرا على التعليق ديالكم الزوينين. اللي شاف الفيديو الاول ديال الفصالة يشوف الفيديو ديال الخيطة. وهانتوما معايا شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، كنتمنى يعجبكم.